دلوقتي بقى جه ميعادنا مع اخر فقرات حلقتنا وهي فقره وان شوت، واللي بنركز فيها على اللقطات الايجابيه او الاخبار الايجابيه. لقطه بقى اليوم من داخل مانشستر سيتي، بعد طبعا ما ذكرت صحيفه ذا سان البريطانيه ان هالاند مهاجم مانشستر سيتي اشترى مؤخرا كده سرير علاجي بيعمل بالاشعه تحت الحمراء بقيمه تقدر بنحو 18,000 يورو. واشارت بقى الصحيفه الى ان اهميه السرير ده في تكنولوجيا كده الاشعه تحت الحمراء اللي بتخلي كده بتخترق الانسجه والمفاصل، وبيوصي الخبراء بجلسه مدتها 5 دقائق قبل التدريب لمنح الاصابات، وبعدها كمان جلسه بتصل ل 20 دقيقه بعد التمرين لتعزيز تعافي العضلات. وطبعا زي ما انتم عارفين هالاند نجم كبير، وثباته على المستوى ده اكيد بيحتاج مجهود كبير جدا انه يفضل محافظ على مستواه لفتره طويله، وكمان بيحتاج ان هو يبحث عن كل التقنيات الجديده لسرعه التعافي وتجنب الاصابات.